بلشت هذه الرياضة في دراستي بأمريكا في ولاية فلوريدا تامبا في 2010. كنت أدرس هناك وتعرفت على هذه الرياضة، وكانت قفزة تجريبية، قفزة أولى، وتولعت فيها واستمرت فيها، والحمد لله عقب استمرار أكثر من سنة فيها نزلت فيديو خذ انتشار كبير في الوطن العربي خاصة بالكويت. هني دروا أهلي أني أنا أمارس هذه الرياضة في أمريكا، وتفاجأت من ردة فعلهم أن كانوا هم داعمين الرئيسيين لي. والحمد لله بعد رديت الكويت، الشركات الخاصة واللجنة الأولمبية الكويتية لإشهار هذه الرياضة لأول مرة في تاريخ الكويت. طبعا هذه الرياضة احنا نسميها السكاي دايف، اللي هي القفز الحر. هذه الرياضة تتكون من أكثر من شغلة، اللي هي القفز من الطيارة، هذه المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية اللي هي تبطيلة الباراشوت للوصول إلى الأرض. فالرياضة من 14,000 قدم، تأخذ تقريباً 20 دقيقة على وصولنا فوق، والقفزة تأخذ تقريباً دقيقة لنبطل الباراشوت، وبعدها 3-4 دقائق للوصول إلى الأرض. أول مشاركة عالمية كانت في ماليزيا في 2013، والحمد لله تم اختياري كمن أفضل 100 قافز في رياضة البيس جمب في العالم، وكوني أول عربي يشارك في هذه البطولة. هذه مشاركة يتم فيها اختيار أفضل قافزين العالم ويجمعونهم في أفنت عالمي، هي مو بطولة، هي أفنت يكون فيها أفضل 100 قافز في العالم يشاركون في هذا الأفنت، ويكون عليها توجه إعلامي كبير من كل العالم. شاركتي في الانستغرام من اتوقع من اول اوائل الناس اللي دشوا الانستغرام في 2009، وكان البرنامج انستغرام متاح بس في امريكا. فانا يوم لاني كنت ادرس في امريكا فنزلت البرنامج يعني، فاتوقع يمكن حتى يمكن من اوائل الكويتيين اللي يدشون هذا المجال. في 2013 سويت القفزة القطرة والعقال. هذه القفزة سوت انتشار كبير في الوطن العربي وخاصة بالكويت، وحصلت يومها على أكثر من 10,000 متابع في يوم واحد، وهذا كان أكبر رقم لليوم أحصله في يوم واحد. سؤال واجهني من انستغرام، والله أكثر من سؤال، بس السؤال الأول بدايتي في الرياضة كان يقولوا لي يعني هل يعقل أن إنسان عاقل يقفز من طيارة؟ فما كانوا يعرفون شنو هي الرياضة، ما يدرون أن هذه الرياضة كل سنة تأخذ على أأمن رياضة في العالم. لما أقول لك أأمن رياضة في العالم يعني أأمن حتى من القواري، حالات الحوادث اللي فيها لا تذكر، رياضة جدا آمنة. البراشوت، في براشوت أساسي، في براشوت احتياطي، في جهاز أوتوماتيكيا يبطل البراشوت في حال واحد حاشة هبوط، أغمى عليه، صار له حادث الهواء. فالرياضة جدا آمنة، فالحمد لله قدرنا ننشر هذه الثقافة في الوطن العربي. فلما كنت أشارك في الرياضة كان أول مرة يكون علم الكويت يشارك في الرياضة في المشاركات الخارجية، في بطولات أو مشاركات. فكان شغلة وايد حلوة أني مو بس رايح أشارك لسبب المشاركة في بطولة العالم، ولكن كان لأرفع علم الكويت لأول مرة في هذه البطولات أو في هذه الرياضة، لأن هذه الرياضة نفس ما قلت لك كانت
شبه معدومة في الوطن العربي، ولكن في الفترة الأخيرة صار فيها انتعاش، وكوني من الأوائل اللي شاركوا في هذه فكان شغلة وايد حلوة، والناس عرفوا شنو الكويت ومن هي الكويت، وعندنا ناس تشارك في بطولات العالم. أنا كويتي وابتخر بيدك يا الله نبني صفحة جديدة كل لجل الكويت. الفخر والله سؤال صعب يعني، ولكن أول مرة أحس صج يعني يعني بإحساس الفخر صج في إن يوم أهلي دروا. يعني أنا كنت متخوف جدا جدا إن أهلي يقولون والله إحنا دازين محمد يروح يدرس، ما دزينا عشان ينقز من أو يخفز من طياير، فكنت متخوف بصراحة. ولكن الفيديو اللي نزل في أعياد الوطنية خذ انتشار كبير في الصحف الكويتية والأخبار، وهني دروا أهلي دروا أن محمد يخفز من طياير عن خلال الميديا، فالناس بلشت تتصل في أهلي وتبارك لهم وتقول لهم ما شاء الله محمد سوى إنجاز حلو، محمد نفتخر فيه، محمد رفع رأس الكويت. بنفس الوقت هم الناس قاعد تبارك لهم وفخر لهم، بنفس الوقت هذا ولدنا اللي قاعد يخفز، فكان هذا الشعور المتبادل هذا. فلما دقوا علي توقعت إنه راح يكون مثلا يقولوا لي والله مو تقول لي بس بطل عن غز، الناس ما قالت لي بطل عن سياكل، بطل عن شغلات ثانية، ولكن قالت لي محمد بالعكس استمر وانت فخر لنا وفخر للكويت. فهذا احساس يعني صراحه ما انساه، وكان هذا يعني الشيء اللي بصراحه افتخر فيه. الحمد لله قدرت أحصل على جوائز عديدة من مشاركات كوالالمبور 4 سنين على توالي، بطولة العالم في اليونان، وغير الشركات الخاصة والجامعات الكويتية والوزارات بالكويت واللجنة الأولمبية الكويتية في دعمهم وتكريمنا في كل إنجاز نسويه أو بطولة أو مشاركة محلية أو خليجية. أصعب قفزة هي القفزة بشكل عام مو صعبة، ولكن الصعوبة في لما نجهز قفزة لبروجكت مثلا عيد الوطني، هو تجهيز الأشخاص اللي يقفزون معاك، نحتاج المصورين، نحتاج يكون الجو زين، لازم اللي كل اللي قافزين يسوون نفس الحركة بنفس الوقت، فالصعوبة في أداء القفزة أثناء القفز، ومو القفزة نفسها ما تكون هي الأساس. الكويت حلوة بهلها من طيبها حق حولها وعيالها اللي رفعوا راياتهم. الكويت حلوة بهلها بعطائها اللي بناسها، هذول حتى بغربتك تحسهم ما مثلها في طيبها. الكويتي حلوة بأهلها في كل شيء، يا ربنا يا ربنا تحمل لي كلنا نحبها حب مو شوي. طبعا الكثير عنده دول يفضلها عن دول أخرى، في ناس تدور المناظر
في ناس تدور الأماكن الفاسيليتيز اللي فيها المكان، في ناس تدور طيائر، في ناس مثلا الدولة الفلانية تقفز من بدال 14 توديك 18. بالنسبة لي أنا أفضل أسبانيا لأن الجو معتدل طول السنة، المنظر حلو، عندك بحر وعندك جبال الجهة الثانية، زائد أن مغر مال المطار في وسط المدينة، فالمطاعم تحتك، الجمعيات تحتك، الفندق تحتك، فما تحتاج أن تنقل. عادة السكاي دايف يكون مقطوع، مثلا تحتاج مثلا في دبي أساس أنا أطلع أكون ساكن في دبي عشان أوصل للسكاي دايف يبي لي 45 دقيقة. أمريكا نفس الشيء، عادة تكون بين المزارع، مكان بعيد، مثلا بالكويت احنا حاطين عند الحدود، فأساس أنا أروح أسوي سكاي دايف يبي لي ساعة. أسبانيا المكان الوحيد كل شيء متوفر في مكان واحد، وأفضل هالشغل. آخر قفزة لي كانت في رأس السنة اللي طافت، وكانت في البرتقال. كنت وقتها أنا في أسبانيا قاعد أطلع ليسن طيران PPL، ويت لي دعوة شاهوني أن أنا موجود في أوروبا، لأن الناس ما تدري في الأوضاع اللي طافت غير مسموح للخليجيين يسافرون، ولكن لأن أنا عندي فيزا طالب وكنت قاعد أدرس طيران في أسبانيا، فدزوا لي دعوة أني أشارك في مهرجان البرتقال في منطقة الجارف، وكانت في رأس سنة 2020. النصيحة اللي أوجهها إلى المظلين إنه هو الرياضة تحتاج إلى الممارسة، فأنا اليوم عندنا سكاي دايف في الكويت، أول ما كان عندنا، فكنا نعاني إن نسافر عشان نقدر إحنا نمارس هذه الرياضة، ولكن اليوم الرياضة متوفرة في دولة الكويت، فنصيحتي لهم إن هذه أول شيء رياضة آمنة ويقدر يستمر فيها ويقدر يطور من نفسه وهو داخل دولة الكويت، فأخذوا هذه الفرصة اللي ما كانت عندنا موجودة قبل أكثر من 5 سنين. طبعا هذه الهواية هي المنفس الوحيد بالنسبة حق محمد الرفاعي، فأساس استمر في هذه الرياضة خلتني أني أطور في هذه الرياضة، خلتني أشتغل في الرياضة، وصار العملي هو الشغلة اللي أنا أحبها، فخلتني أبطل مدرسة في أسبانيا، والحمد لله بال7 سنين اللي طافت قدرت أخرج أكثر من 200 خليجي من الخليج، أخذهم من الكويت، من قطر، من الإمارات، من السعودية، أوديهم أسبانيا، أعطيهم ليسن كامل، دورة كاملة متكاملة باللغة العربية، ويطلعون لياسن ويستمرون ويدشون معانا ويطورون هذه الرياضة في دولة الخليج. فخلتني بصراحة يعني من هي تكون بس مجرد هواية صارت اليوم هي صارت عملي وهوايتي وشيء أحبه وأبي أستمر فيه وأبي أطوره، وأبي الرياضة مو بس تكون لمحمد الرفاعي، أبي هذه الهواية اللي كانت شبه معدومة في الوطن العربي تكون من أكثر الرياضات انتشاراً، ويكون الناس كلها تمارسها، والحمد لله اليوم عندنا سكاي دايف في الكويت، وعندنا في دبي، والسعودية جاية بالطريق، البحرين بيبطلون همّاً السنة المقبلة، قطر بطلوا، فالحمد لله هذه الهواية يوم محمد الرفاعي هي من أمريكا كانت شبه معدومة، إلى اليوم العالم كله يدري شنو سكاي دايف.